توجه إلى الشعب المصري لأقول له نحن اليوم ولله الحمد نجني وننمي ذلك الرصيد الذي بنيناه جميعا، ولم يكن لذلك الرصيد أن يوجد أو ينمو رصيد صداقة، لو لم تكن تلك الصداقة العريقة الأصيلة التاريخية المتينة التي تجمع بين الشعب المصري وبين الشعب المصري المغربي عبر التاريخ في جميع المجالات. أرجو سعادة دائمة لشعب مصر وتوفيق وتوفيقا دائما لرئيسه. فهي الأقرب على الإطلاق. كويس. المغرب جاهزة تمام الجاهز، يعني استضافة في خبرة خطيرة. عملت إيه المغرب؟ أولا عندك مشاريع البنية التحتية، مشاريع قطارات فائقة السرعة اكتملت وأول مراحلها، وبدأوا فعلا بتدشين عدد من السكك الحديد الكبرى وتوفير شروط الراحة، توفير شروط الراحة على متن القطارات واستيعاب تدفقات سفر كبيرة وتقليص زمن الرحلات، وده مهم جدا. عملوا محاور في الدار البيضاء وخط تاني للسكك الحديد بين دار البيضاء ومراكش، تطوير محطات قطارات فائقة السرعة في الرباط وطنجة والقنيطرة وأجدال، كل حتة احنا بنشتغل على كل المحاور، توفير فنادق، توفير أماكن سياحية وترفيهية للزوار. بالمناسبة كمان انه المغرب من الدول الأفريقية المهمة جدا تتمتع بمناظر سياحية وطبيعة بتبقى مناسبة جدا مع اعتدال الجو. المغرب نظم عدد كبير من البطولات المهمة، ولعلنا في كأس عالم الأندية الأخير وشفنا قد ايه كل الناس كانت مبسوطة طبعا، هي كل الأندية بكل الوفود بكل مشجعي كرة القدم اللي راحوا يشجعوا نواديهم في البطولة دي، مفيش أي شكوى. عايز أقولك على حاجة، إنه ماتش السنغال مع جامبيا في نهائي كأس الأمم للشباب كويس، كمارا نجم المنتخب السنغالي للشباب يعني كان بيتكلم، فقال لهم أنا اخترت نهضة بركان لأنه أنا شفت في المغرب وكأنه أنا عايش في أوروبا. يعني في استعدادات النادي والبنية التحتية والحاجات اللي شبه كده تقريبا كأني في أوروبا. دلوقتي كل منتخبات العالم الكبيرة تيجي تعسكر في المغرب علشان اللي هم شايفين. أنا بقول لك توسعات أفقية وفي نفس الوقت وبالتزامن مع بعض، أنا هعمل ده، يعني هعمل ده. جماعة احنا يمكن فترة دي قاعدين مركزين شوية مع البرامج التلفزيونية، مع بعض اللعيبة اللي بتطلع في البرامج، ولكن مش مقدرين أهمية مباراة بوركينا فاسو. دايما بنقعد نتكلم في النهايات، ولكن البدايات هي اللي بتوصلنا للنهايات. احنا عايزين نوصل كاس عالم، لأول مرة في تاريخ كأس العالم يشارك 48 دولة، ما حصلتش في التاريخ. يعني ممكن نلاقي 10 منتخبات من أصل 54 دولة في القارة السمراء موجودين في كأس العالم. ده كان الأول منتخب واحد بس اللي بيمثل القارة، ثم أصبح منتخبين، كان في نصيب للمنتخب المغربي مرة، للمنتخب التونسي مرة، كاميرون طبعا، السنغال عملوا، غانا اللي عملت أفضل نتائج في كأس العالم للقارة السمراء، ثم وصلنا لأفضل نتيجة في التاريخ الوطن العربي وهي المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة في قطر، وهو المركز الرابع على مستوى العالم، وكانت طفرة ما بعدها طفرة يعني. لكن السؤال الأهم بقى اللي أنا بسأله طول عمري، هو إحنا، أنا عارف رد الناس هيبقى على السؤال إيه، لكن هسأله، هو إحنا المهم نروح كأس العالم ولا المهم لما نروح كأس العالم نلعب كورة في كأس العالم؟ ما أنت عارف كويس أحمد، إحنا رحنا كأس العالم 34 90 و 2018 في 2018 وما لعبناش كورة. وليه أنا أقول كده؟ لأن مقارنة الكاميرون بقى والسنغال وغانا كل الفرق والمغرب طبعاً مؤخراً، طب إحنا ليه ما بنلعبش زيهم؟ ليه ما بنروحش نلعب كرة بجد؟ أنا ما بقولش نكسب كأس العالم ولا نتصدر مجموعة ولا حاجة من دي، لكن على الأقل يبقى لنا شخصية في هذا الحدث الكبير، يعني نظهر شكل جيد على الأقل طبعاً. إنما إحنا عندنا فرصة كبيرة السنة دي إن إحنا نروح كأس العالم، وأنا اللي بحلم بيه من زمان إن إحنا نروح ونلعب كورة، إن إحنا مش أقل من كل المنتخبات اللي إحنا اتكلمنا عليها ولا حتى اللي في آسيا. فإذا إحنا لازم يكون ده اهتمامنا. النقطة المهمة
احنا ليه ما بنلعبش الكوره في كاس العالم؟ ده اللي كنت هساله لحضرتك دلوقتي، احنا ليه بقى مش زي المنتخبات دي؟ ليه احنا مازال الهدف بتاع حضرتك ده حلم مش حقيقه؟ احنا ما عندناش قائمه محترفين بالكامل في اوروبا. طب ليه بقى المحترفين مهمين؟ تجيبني بقى على السؤال ده. هنجيبك على السؤال ده ونكلم كلنا ونتناقش فيه، ولكن استاذ حسن يقول لنا ايه اطلعوا الفاصل. ف حاجه غريبه برضو بالنسبه لي، احنا بنتكلم دلوقتي على ان احنا وصلنا كاس العالم 3 مرات ما قدرناش نحقق النتائج المرضيه لينا واللي تليق باسم منتخب مصر. انا مش بقف دايما عند النتائج. هحاولها تاني عشان بس نستقبلها. انا لا اقف دائما امام النتائج. تمام. يعني ايه؟ في فرق بين التعادل مع هولندا 1-1، في فرق بين التعادل مع ايرلندا 0-0. ده تعادل مغزي. والراجل جاكي تشارلتون قال جملتين ما عجبوش المصريين ايامها. والهزيمه من انجلترا طبعا عشان احنا كنا فرقتنا واقفه في 18. خلاص عملنا اداء يضحك قدام امريكا. عارف يعني ايه يضحك؟ طبعا قدام امريكا من انا هنا بقى، انا هنا مش بتكلم على النتائج. انا بتكلم على الاداء. بنخسر قدام امريكا ما فيش مشكله، بس تخسر ازاي؟ ده انت لو كسبت 2-0 كنت اتاهلت وكملت. فالمقالب اللي احنا بنعملها ليس لها تفسير عندي. السعوديه 5-1. طبعا السعوديه 5-1 دي ده حاجه يعني كانت مهزله بالنسبه بالنسبه لك. وثلاث لعيبه طرد ومش عارف وكلها مش طرد مثلا، اشتباكات عنيفه. ده بوكس وحاجات من دي يعني. انا عايز اخد من كلام حضرتك سؤال بره شويه الموضوع، بس هو دايما برضو يعني انا ما عشتش كاس العالم 90 عشان اكون صريح، بس لما بدور كده في التاريخ دايما بحس ان احنا برضو بنحقر من نفسنا في حته ان احنا ايه اللي استشهدت بيه حضرتك تصريح جاك تشارلتون اللي هو مدرب كان ايرلندا وقتها، ان هو دول ما لعبوش كوره، ولما انتم مش عايزين تلعبوا كوره ما جيتوا ليه؟ اقول لك حاجه. المغرب. انا يعني مع الاعتذار يعني، بس المغرب مقارنه باسبانيا منتخب اصغر طبعا، فلما يلعب مع اسبانيا ويطلعها من كاس العالم واسبانيا تبقى عامله 1050 تمريره ومش قادره تخترق. شوف المغرب كان بيدافع ازاي وبيدافع منين. والله يا جماعه ارجوكم شوفوا منتخب المغرب قدام اسبانيا كان بيدافع ازاي ومنين. انا موافق ان احنا ندافع، وده اللي احنا عملناه قدام البرازيل. انا موافق ان احنا ندافع، بس ندافع كده زي ما الدافع زي ما المغرب ده. لكن تدافع على ال 18 بتاعتك وتبقى كل الحكايه الدفاع بتاعك عمال يقول حلق حوش امسك اللي هناك حاسب اللي جاي روح مش عارف ايه، لا 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 ده مش طريق الدفاع. ريال مدريد لما دافع قدام مانشستر سيتي في بطوله كبيره جدا واعترف الراجل قال انا لو فتحت جيم هخسر 5 قدام مانشستر سيتي. كان عنده بتشوف بقى دافع ازاي، كيف تدافع وكيف تهاجم. هو ده. انا مش بقول نكسب، بس زي يبقى لينا اداء لينا شكل لينا شخصيه حتى في الدفاع. ده احنا دفاعنا بشكل عام حتى في مباريات الدوري يدعوك الى الدهشه. طيب كنا بنتكلم على اننا بقى النقطه الاخيره اللي احنا عايزين نتكلم فيها اخر مره، وصلنا لكاس العالم كافي ولا عايزين نعمل حاجه بعد كده؟ احنا دلوقتي المشاركه 48 او العدد المنتخبات المشاركه في البطوله هيكونوا 48 منتخب مقسمين على 12 مجموعه، بيتاهل الاول والثاني عن كل مجموعه بالاضافه الى افضل 8 اصحاب مركز ثالث لدور 32، ومن دور 32 نوك اوتس بقى خروج مغلوب حتى النهايه. ايه المكانه المرضيه لاستاذ حسن المستكاوي اللي لما ان شاء الله نتاهل بدون مقاطعه بس نوصل الاول اصلا، هتكون وقتها فعلا مصر عملت مشاركه تاريخيه مش مجرد مشاركه زي اللي فاتوا؟ دور 16 يعني في النوك اوت بتاع 32 نكسب ونكمل على اللي بعد كده بقى. يعني ربنا يكرمنا يعني. لكن تقول لي ان احنا نروح 48 منتخب ونطلع من الدور الاول وما نطلعش اول او ثاني مجموعه ولا احسن ثالث ولا احسن ثالث اللي احنا بنشارك، لا دي نتيجه مش كويسه. بس برضو بكرر، انا اللي يهمني شكلنا في الاداء، شكل الاداء بتاعنا، شخصيه المنتخب هجوميا ودفاعيا. بندافع ازاي وبنهاجم ازاي، هو ده اللي انا بهتم بيه. هو ده الشكل بتاع الاداء بتاعنا. محدش في العالم كله انتقد المغرب لما لعبت دفاعيا قدام فرق كبيره، بس هي دفعت ازاي. وكمان
كانت لما بتاخد الكوره المغرب لما بياخد الكوره ازاي بيعمل تهديد حقيقي للفريق المنافس الكبير، يعمل تهديد حقيقي مش بيهدد خالص، مش بيديهم الكوره ثاني عشان يبداوا. طب بالظبط كده، دي نقطه مهمه جدا. قبل الختام عشان حسن خلاص بيشاور لي ان احنا وقتنا قرب يخلص، حابب بس افكر بنظام التصفيات يا كابتن حسن بتاعت افريقيا المؤهله علشان الناس برضو ما ترتكنش الحته ان هو حتى لو ما صعدناش كاول احنا هنصعد كتاني عشان من ضمن افضل التواني. لا ده الموضوع صعب جدا. طبعا انت هما 9 مجموعات من افريقيا هيتاهل لكل اول مجموعه مباشره من 9 مقاعد، وهيتبقى نصف مقعد لقاره افريقيا اللي هما افضل 4 تواني هيلعبوا مع بعض تصفيات هيكسبها واحد، الواحد ده هيروح لتصفيات عالمية.